مساء الخير لك سيدتي وللسادة المشاهدين. حقيقة استهداف درعا هو استهداف الركن الأساسي والجبهة الأساسية في مواجهة هذا الكيان الغاصب. الكيان الصهيوني يدرك ويعرف حق المعرفة أهمية تموضع القوات الموجودة في درعا في الجبهة التي تواجهه. وفي بداية الأزمة السورية وحرب الإرهاب على الوطن السوري كان الاستهداف الأكبر هو لدرعا، واستهدفت مناطق التلول المعروفة بأهميتها الاستراتيجية في مواجهة هذا الكيان الغاصب كتل الجموع والتلول حول نوى ومنطقة الشيخ سعد وغيرها من المناطق المحازية لهذا الكيان والتي تعتبر نقاطا استراتيجية في مواجهته. في بداية طوفان الأقصى أكد إسرائيل على استهداف المطارات لعدة مرات بذريعة أن هذه المطارات هي نقاط إمداد للمقاومة الفلسطينية، وتعاملت الدولة السورية مع الأمر، أوقفت حركة الملاحة في المطارات وأوصلت رسالة للكيان مفادها بأن ما كان يجب أن يصل للمقاومة فقد وصل إليها اليوم، وأننا كدولة سورية وكجيش عربي سوري مستعدون للانخراط في المواجهة الشاملة والحرب الإقليمية، ولكن وفق الخطة والجدول الذي جهزه محور المقاومة لهذه سيد مصطفى. ولكن حتى الآن دمشق لم تتبنى أي استهداف لإسرائيل، لماذا ترد تل أبيب باستهداف الأراضي السورية؟ سياسة الحكومة السورية في هذا الأمر هي سياسة واضحة. اليوم كان الرد دائما على إسرائيل بصيغة عدم التبني السوري، ولكن إسرائيل تدرك من يوجعها وتدرك من يضربها وتستهدف الأماكن التي توجعها دائما من الأراضي السورية وغيرها. سوريا اليوم ليست ككتائب القسام وليست كحزب الله حركة مقاومة أو حزب أو فصيل ضمن دولة. سوريا اليوم دولة لها جيشها، عضو في الأمم المتحدة، إذا لها اعتبارات وأولويات حال الانخراط في الحرب، وهذا ما وجدناه في التصريحات السورية وأيضا في تصريحات العراق وإيران اللذان هما مكملان لهذا المحور. حتى في العراق كان التدخل عبر فصائل المقاومة. اليوم هناك تختلف الاعتبارات الدولية وتختلف الوقائع بالنسبة لدخول دول، وبالتالي إسرائيل تدرك جيدا ما هي الخطوات التالية، تدرك ما الفشل الذي تقع فيه في غزة وتقع فيه في مواجهة كتائب القسام، ولكن تبلوره إعلاميا، تستفيد من الدعم الغربي لها، ولكن على الأرض وعلى الطاولة والملفات مفتوحة أمامها تعرف أبعاد الأمور. حال اندلاع المواجهة الإقليمية فأن هذه النقاط التي استهدفت هي نقاط انطلاقة أساسية للجيش العربي السوري ونقاط تموضع أصلا الذي يعرف هيكلية الجيش وتوزع فرق الجيش في سوريا والقطاع العسكرية، يدرك النسبة الكبيرة التي يتشكل بها الجيش ضمن قطاع محافظة درعا والسويداء والقنيطرة التي هي خط جبهة. كل هذه المعطيات المترابطة مع بعضها البعض تعلمها إسرائيل وتدركها، بالتالي هي أيضا تستهدف دون أن تعلن ودون أن تحدد. طيب سيد مصطفى، على الضوء ما تحدثت، يعني كيف تقرأ الموقف الرسمي من جانب الحكومة السورية إزاء هذه الهجمات على الأقل من الناحية السياسية؟ بالأمس كان تصريح السيد الرئيس بشار الأسد وخطابه في القمة العربية الإسلامية واضحا، ذكر الجولان وأكد عليه وأكد أن مزيدا من الوداعة في مواجهة إسرائيل هي تؤدي إلى مزيد من الإجرام، وقال أن الإجرام الإسرائيلي أيضا هو شيء ثابت، ولكن هذه المرة إسرائيل تفوقت على نفسها في الإجرام. وفي هذا كان رسائل سياسية واضحة مفادها أن الحق السوري في الجولان والتأكيد السوري والموقف السوري في دعم المقاومة هو موقف ثابت، وفيه رسالة مبطنة أن الحرب من الناحية السورية هي احتمال مطروح وخيار مطروح جدا على الطاولة، دعما للمقاومة ودعما للقضية، وأن هذه القضية لن تأخذ حقها إلا بحرب كبيرة، والحق سينتزع بالقوة لأننا أمام كيان غاصب لم ينفع معه السلام. نعم، فقط دعني أسألك هنا، يعني إذا ما تزايدت هذه الهجمات الإسرائيلية بشكل أكبر على الأراضي السورية، هل باعتقادك من الممكن أن نشهد أي رد عسكري من جانب الحكومة السورية، أم أن هذا الخيار مستبعد؟
هذا الخيار هو أول الطروحات وليس خيارا مستبعدا، ولكن كما قلنا اليوم سوريا هي جزء من حلف متكامل في مواجهة هذا الكيان الغاصب، وهناك خطة وهناك استراتيجية لمواجهته وأيضا توازنات دولية، ولكن في اللحظة المناسبة سيكون التدخل السوري مباشرة وباسم الجمهورية العربية السورية وجيش هذه الجمهورية وليس كحركات مقاومة. وإذا هذا الخيار مطروح، وكما أسلفت لك السيد الرئيس أكد عليه يوم أمس برسائل صريحة ورسائل مبطنة، وهذا ما سنراه. إسرائيل تريد أن تصل لهذه اللحظة بعنجهيتها وبعنجهية نتنياهو وعدم إدراكه لأبعاد الأمور الحقيقية وعدم إدراكه لفاتورة هذه المواجهة التي يقوم بها وهذه الحرب البربرية التي يقوم بها في غزة. نتنياهو يريد أن ينتحر سياسيا، واليوم المحور في أقوى حالاته، فأهلا وسهلا بالمواجهة وأهلا وسهلا بالحرب الشاملة والحرب الإقليمية التي تعيد الحقوق لأصحابها. وإذا ما صبرت سوريا والحلفاء اليوم فإنها تصبر بغاية جدول موضوع واستراتيجية وخيارات وطروحات موضوعة مسبقا من أجل هذه المواجهة، وليس تخفيفا أو انتقاصا من أهمية ما تفعله إسرائيل تجاه هذه المواجهة. ولكن المواجهة اليوم لا يجوز أن تكون جزئية، يجب أن تكون شاملة ومتكاملة، تنهي هذا الأمر وتغلق هذا الملف لعشرات السنين القادمة، كي لا أقول وأستفيض وأبدو خلبيا في شرحي أو شاعريا، كي لا نقول أنها ستنهي هذا الكيان، ولكن أقول أنها ستضع حدا له لعشرات السنين القادمة. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، كنت معي من دمشق مصطفى رستم محلل سياسي، شكرا جزيلا لك.